السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ شايفين بقى الشوربة الدسمة الجميلة بتاعت الكوارع دي؟ يعني حاجة كده بترم العظم، وبصوا جميلة جدا. جدا وهنا بقى المكونات بتاعتنا، هنجيب كده الكرة بتاعتنا، ننظفها كويس ونغسلها بالملح وبالمية والدقيق والليمون والخل، ندعكها كويس. وهنا بقى معانا البهارات بتاعتنا، اللي ورق لوري وبلح جوز الطيب وحبهان. هنا معانا بقى البابريكا، الملح، الفلفل، كمون. هنا بقى السمنة. هنا بقى الخضروات بتاعتنا، عندنا ثوم وفلفل حار وجزر وطماطم وبصل وقالب ماجي. طبعا الصلصة دي الايه، الصلصة بتاعت الفتة، وبيض مفيش بيض يا مالك. هنا بقى هنحط الحلة على النار، نحط فيها السمنة تسيح كده، ونقلب بقى. بعد كده ننزل بالخضروات بتاعتنا اللي احنا قلناها كلها، تدي بقى ريحة جميلة جدا. ده بصل، تدي بقى ريحة جميلة جدا مع البهارات بتاعتنا. جافة بننزلها برضو كده في السمنة. الطريقة دي طريقة جميلة جدا بصراحة، من ساعة ما عملتها اعتمدتها على طول، وانت برضو هتجربيها وتعتمديها ومش هتغيريها تاني. غير بقى ان انت تغسلي الكوارع وتحطي شوربة وتغلي وتحطي كوارع فيها، لا، الطريقة دي جميلة جدا. هعمل بقى ما تشويحة الخضار تتعمل، هنشوح بقى كده الثوم، وننزل بقى عليها كده ايه، بيشتغل كده ملح. هنا برضو بنشوح في نفس الوقت الخضروات، يعني خليكي كده شطورة ولهلوبة كده، ويعملي الحاجة ايه في نفس الوقت. هننزل بقى كده الكوارع، هننزلها كده بقى مع الخضروات من غير اي مية خالص. المية هنغليها على النار وهننزل بيها عليها، بس احنا نديها كده تشويحتين. شوح بقى كده الكوارع، نديها كده تشويحتين كده، تجي اللون الذهبي الجميل. بجد طريقة جميلة جدا، تخلي بقى كده الشوربة بتاعتها دسمة كده، ولونها حلو وذهبي، مش لونها غامق ولا اي حاجة. والريحة بقى كده مش قادرة اقول لكم بصراحة. هنا بقى التومة اتحمرت، نزل عليها بقى كده بالايه، الخل. طبعا دي ايه، فتة، فلازم الصلصة بتاعتها بتبقى بالخل. نزل بقى كده بالصلصة، شوية بقى البهارات، نحطها على الصلصة كده، الملح والفلفل والبابريكا والكمون اهو. نقلبها كده، وقلب الماجي، ونسيبها كده، قلبها بقى كده ونسيبها ايه براحتها. معمل ما الكوارع بتاعتنا تستوي، كل هي كمان استويت، والرز وكل حاجة. يبقى في نفس الوقت تعملي حاجتي كلها، عشان خاطر تبقي لهلوبة كده. جوزك يقول عليكي لهلوبة كده، شطورة، جالك عزومة كده، تنجزي كده حاجتك اوام اوام. هنا كده احنا بنقلبها كده على الوش التاني، ما شاء الله اديت لون حلو قوي، هو ده اللون اللي احنا عايزينه يا جماعة. نزلنا بقى عليها كده بالمية السخنة المغلية، بصوا ما شاء الله اللون تحفة، هي لسه منزلتش شوربتها ولا اي حاجة. بص لونها حلو قوي قوي، من الخضار اللي احنا حاطينه من تشويحة الكوارع. تسيب بقى كده تستوي، تبقى ما شاء الله الله اكبر. حابة بقى ان انت تخليها تسيب بسرعة، وتخليها كده عاملة زي المهلبل كده، تحطي فيها نواية بلح، اي جماعة حاجة، فاصوليا، لحمة، اي حاجة بتاخد وقت ترمس، حطي فيه نواة البلح، بيبقى جامد جدا، بيخلي الحاجة تسيب بطريقة جميلة. هنجيب هنا الرز بقى، نغسله ونحط شوية زيت ونشوحه كده في الزيت وبشوية ملح. رز فتة يا جماعة بيبقى أبيض، فاحنا بنشوحه كده، نديه تشويحة في الزيت كده والملح، ونقلبه كده كويس بحيث يبقى مفلفل. وقالب ماجي ده لو حسب الرغبة، يعني انت لو حابة. انا بصراحة بحب احط الماجي في كل الأكلات.
نشوح بقى كده الرز كويس بحيث يبقى مفلفل معانا وجميل كده، مش معجن في بعض. اهم حاجة ان انت تشوحي كده ايه الرز في الملح قبل ما تحطش المية. نزلنا بقى كده بالمية السخنة، قلي بقى كده وسيبيها خالص على نار هادية. سيب بقى كده على نار هادية بعد ما قلبناها خلاص تمام كده. شوف بقى الصلصة بتاعتنا، بس ما شاء الله عملت وش جميل جدا. بصوا يا جماعة تحفة. ابني بقى بيساعدني هنا بقى الرز برضو ما شاء الله هو بقى جميل جدا. الكوارع بتاعتنا برضو ما شاء الله بقت جميلة خالص واستوت اهي. ابني بس بيحب يهرج شوية. معلش يا جماعة ضيف معانا في الحلقة النهاردة، بس ما شاء الله شوربة دسمة جدا وجميلة. حط بقى كده قلب الماجي في الاخر خالص هو الملح بحيث الكوارع بتاعتنا تستوي خالص وتبقى ايش جامدة كده. ينشا حطيتش ملح في الاول، لا الكوارع هتبقى معاكي ناشفة يعني كده خلاص. بصوا بصوا عملنا بالسكينة اتشكت معانا خالص، فكده دليل ان هي استوت. بصوا يا جماعة الله اكبر، يعني حاجة كده في منتهى الجمال. بصوا الشوربة جميلة ازاي، يعني تحفة تحفة حاجة كده جامدة قوي. هنحط بقى الفتة بتاعتنا نغرفها. فتة كوباية يا جماعة، بس جريت منها بسرعة. هنا كده العيش المحمص ننزل عليه كده بالشوربة. بعد كده هنحط ايه الرز. الرز الرز حاول كده نوزعه كده على الصينية كلها اهو. شو بقى ايه وراحتك ورغبتك، حابة تعمليه في البوق تمام، حابة تعمليه في صينية تتلموا كده حواليها كده جميل جدا. حاجة كده حلوة اوي. نحط بقى الصلصة. ايوه زي ما مالك قالوا كده هنحطوا الصلصة. بعد كده هنحط بقى التوم. حط التوم توم برضه طبعا ما تشوش بالخل. دوق التوم تحطش كده عليه خل بعد متحمر، بيبقى تحفة جدا وبيجي طعم جميل للكوارع جدا. هنحط بقى ايه الكوارع بتاعتنا في الصينية. ويا ربي الفيديو يعجبكم ويجيب كده مليون مشاهدة بفضل ربنا وفضلكم. لايك بقى واشتراك لأول مرة تشوفوني، ولايكات كتير 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 وشيري كتير. متين ألف على خير.